مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم عرف حقك، البرنامج القانوني اللي من خلاله كنسلطوا الضوء على المواضيع اللي كتهم الرأي العام المغربي ونحاولوا نبينوا اللي حقه من خلال القضايا المجتمعية، وذلك من خلال حوارات مع رجال القانون انطلاقا من الإشكاليات. اليوم مشاهدينا غادي نخصوا حلقتنا الموضوع تعني في الزوج جنسيا للزوجة ديالو. نخليكم مع تساؤلات المواطنين. أنا بغيت نسول المحامي ولا محامية، إذا تعرضت زوجة من طرف زوجة العنف الجنسي أش غادي دير؟ مشاهدينا عدنا الأجوبة لتساؤلاتكم، ما حكم القضاء في هذا الأمر؟ واش الزوج كيتعرض لعقوبات حبسية؟ أسئلة أخرى غادي تجاوبكم عليها المحامية دنيا خليفة. هي في هذه الحالة هو غياب، ما كاينش كاين غياب نص اللي كيجرم العنف الجنسي بين الزوجين. رغم بعض الاجتهادات القضائية المتفرقة، وهنا يمكن الإشارة لواحد القرار اللي صدر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، اللي لأول مرة سيعاقب عليه واحد الزوج اللي هتك عرض زوجته بالعنف، وتم الحكم عليه بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 15 درهم، وهذه بالفعل كتعد سابقة قضائية حسنة ومرجع كيدخل في إطار اجتهاد القضائي اللي قدروا يستعينوا به محامون من ضحايا. وكنظن بأن هذا القرار غادي يسمح الكثير من الزوجات المعنفات باش يطرقوا أبواب القضاء لتشكي، وهو غير في الحالة ديال الزوجين كيصعب علينا نثبتوا العنف الجنسي. بحال هاد القرار اللي عطيتك، هي النزيله ديالها كانت جابت بناتها اللي شهدوا ليها في المحكمه، وعاد كانت مجموعه من الشواهد الطبيه اللي اكدوا بانها كانت كتعرض للعنف الجنسي من طرف الزوج ديالها. كتمشي كدير شكايه ديريكتومون عند كتقدم بها عند سيد وكيل الملك، وهو كيتاخذ الاجراءات. كيكون تحقيق، كيكون مجموعة من هي واحد المسطرة اللي خاص يلتزموا بها باش يقدر. غير هو قلت لك صعيب الإثبات عند الزوجين، حيت بعض المرات كاينه الزوجة اللي كتكون غير تخاصمت مع راجلها، وتقدر تكون هي كانت كتبغي هذاك العنف الجنسي، وان فوا كتخاصم معاه عاد كتمشي تدير به شكاية. بيان سور كتكون شهادة طبية، وإلا المحكمة شافت بأنها شهادة طبية نقدروا عاد كدير خبير بيان سور، هي اللي كتشوف باش تعاود تأكد عن طريق المحكمة، ماشي اللي كتجيب الضحية. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم عرف حقك، وكيف ما شفتوا على أن الزوجة إلا تعرضت للتعنيف الجنسي لازم عليها إشعار ضابطة القضائية، كما أن الزوج ضروري ما كيتعرض لعقوبات حبسية إلا في حالة واحدة تنازل الزوجة. أنا بدوري مشاهدينا كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة مع موضوع جديد، إلى اللقاء.